بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم. سلام. سأتحدث الليلة عن الفارق بين المسميات المختلفة التي تستخدم في النصوص السماوية حول يوم الحساب، يوم القيامة، يوم الدين، يوم البعث، يوم الجمع، يوم الفصل، وما إلى ذلك. إذا والساعة وكل هذه المسميات، علينا أن نفهم أن لكل اسم من هذه المسميات باستثناء يوم القيامة هي مسميات ذات مرحلتين، يعني ممكن أن تحصل خلال نهاية حقبة أو حضارة إنسانية ما وبداية انطلاق حضارة جديدة. لنفهم هذا أكثر، يعني مثلا لكل حضارة في هذا، يعني بحسب الألغوريتم الرباني لكل حضارة إنسانية تمر خلال حقبة زمنية ما لها يعني توقيت خاص بها، لها ساعتها الأخيرة التي عندما يعني تأتي يتم وفقها النظر في عمل هذه الحضارة بشكل عام. فإذا كان الذين هم يعني في السلطة أو المستلمين زمان الأمور من الظالمين أو الطاغين أو المفسدين في الأرض وما إلى ذلك، يتم عقابهم وتسليم الأرض من بعدهم، يرثها الله للصالحين المضطهدين، غالبا يكونون يعني والمستضعفين في الأرض. هذه هي القاعدة، سنة الله في خلقه منذ بدايته. يعني كل حضارة، يعني مثلا قوم نوح أتت ساعتهم وقت الطوفان، قوم هود كذلك الأمر أتتهم ساعتهم، قوم صالح كذلك الأمر، قوم لوط، قوم يعني الفراعنة أيام موسى، والآن هذه هي نحن الآن نعيش الساعة الأخيرة من هذه الحضارة. يعني الساعة في توقيت رب العالمين ليست ساعة في توقيتنا نحن، إنما تساوي تقريبا حوالي 42 سنة في توقيتنا. وقيام الساعة يكون عندما تصل الساعة إلى منتصفها، يعني 42 سنة علينا أن نحسب 21 سنة. بعد مرور 21 سنة على بداية الساعة، يعني هذا قيام الساعة. بعد هذا التوقيت يبلس المجرمون، يعني شو يعني يبلس المجرمون؟ يعني لم يعد هناك لهم مجال للتوبة، خلاص يعني أحاطت بهم خطيئتهم، وينتهي بهم المطاف في يعني العذاب الذي لا يمكن أن يتحملوه بجسد بشر. هذا هو تفسير الساعة. إذا كما قلت، هناك الساعة الأخيرة الخاصة بكل حضارة، يعني مثلا ساعة قوم نوح أتت في حينه، ساعة قوم هود، ساعة قوم صالح، ساعة قوم لوط، ساعة قوم يعني الحضارة الفرعونية، والآن نعيش نحن الساعة الأخيرة لهذه الحضارة. هل يعني هناك فارق أيضا بين الساعة الأخيرة، يعني التي يعني عند يعني قيامها يبدأ يوم القيامة، يعني يبعث من في القبور ويبعث الجميع لحسابه الأخير ويتم الفصل بين عالمي الموت والحياة، يعني عالم الفناء وعالم الخلود. أما موضوع يوم الدين فهو أيضا مرتبط بالساعة. يعني يوم الدين مثلا، يعني عندما يجدد الله الأرض ويجدد للناس دينهم، يعني بالنهاية يعني يعني الأمور الأساسية كالسلام والعدل وما إلى ذلك تبقى ثابتة، إنما يتم بعد التحديثات بعض التحديثات البسيطة المتعلقة بالحقبة الزمنية المقبلة. يعني مثلا دين إبراهيم مثلا انتهى مع انتهاء الحضارة الفرعونية، ويعني تسلم موسى فرقانا جديدا ليبدأ به الدين، يجدد به الدين لهذه الحقبة التي تنتهي الآن. إذا يوم الدين هو يوم الحقيقة، يعني نكتشف، يبين الله للناس ما كانوا غافلين عنه، يبين الله للناس الأخطاء التي كانوا يعني يرتكبونها في حياتهم،
من أجل أن يصحح خطاهم يعني ويعود بهم إلى الطريق الصحيح. ويوم الدين الأخير يعني، أو يعني نحن الآن قد بدأنا يوم الدين، يعني الله يقرر أن الشريعة الخاصة به على الأرض الذي يجب أن يتبعها عباده الصالحون هي على هذا المنهاج. فمن يعني يأتي طوعا إلى هذا الأمر لا يمر بخضات الساعة والأمور التي تسبق يعني يعني قيام الساعة الخاصة بهذه الحضارة. أما الذين يعني يتشبثون يعني بغير حق ويعني يكذبون بالحق لما يأتيهم فيتعرضون للخضات مثلهم مثل الظالمين والطاغين وما إلى ذلك. يعني طبعا لكل فرد الله هو أدرى بعباده وهو يعلم كيفية تنظيف أنفسهم، يعني سواء بعذاب يعني يزكيهم أحيانا بعذابات وما إلى ذلك لكي يدخلوا المرحلة الجديدة وهم يعني في حالة جهوزيتين، سواء يعني قبل موتهم قبل يعني يوم القيامة النهائي وما إلى ذلك. هو أدرى يعني يحاول قدر الإمكان حماية الناس من أنفسهم. هذا بالنسبة يعني ليوم الدين وللساعة وما إلى ذلك. يوم الفصل هو يوم يعني عند يوم القيامة يتم الفصل بين يعني سواء كان في المراتب يعني الناس الذين يعني ينالون الخلود في جنان الله سيكون لهم مراتب، والناس الذين سيكونون على الأرجح يعني ليس هناك جهنم بالمعنى جهنم، إنما جهنم هي التي خلقها هم خلقوها هم أنفسهم كما يحصل الآن في عالمنا نحن الذي نعيش فيه. هو عالم الناس بنته بأيديها يتركه الله لهم ليعيشوه، سواء عاشوا أم لم يعيشوا، صبروا أم لم يصبروا، هذا هو ما قدمته أيديهم لأنفسهم. يعني الله فقط مسؤول عن عباده الصالحين، أما أنتم فاخترتم أن تكونوا أحرارا يعني مستقلين بخياراتكم، وأنتم اخترتم هذه الطريقة سواء عن غفلة سواء عن جهل سواء عن تكبر. فصبرتم أم لن تصبروا، هذا هو العالم الذي خلقتموه بأيديكم، عيشوا فيه إذا تمكنتم من العيش. إذا كل هذه الأمور يجب أن نفهمها ونفهم الفرق بين التسميات، لأن هناك خلط بين التسميات. يعني يعتقد الناس كلهم أن كل هذه المسميات لها علاقة فقط بيوم القيامة، كما قلت طبعا ليوم القيامة ساعته الخاصة وله دينه الخاص وما إلى ذلك، إنما هناك أيضا الساعة والدين والحساب الخاص بحقبات زمنية معينة. يعني عند نهاية كل حقبة إنسانية عندما ينتهي التوقيت الخاص بكل حضارة يعني يستلم الله زمام الأمور، يعاقب من هم في السلطة إذا كانوا طاغين و يعني مفسدين في الأرض، ويورث الأرض لعباده الصالحين. يعني نوح ورث بعد هود والذين آمنوا معه، وصالح والذين آمنوا معه، لوط ومن نجا معه مثلا، موسى يعني. ولكن علينا أن نفهم أن حالة تجديد الأرض بصورة تامة لم تحصل إلا يعني كوكب الأرض طبيعيا أتكلم، لم تحصل إلا في يعني عند يعني ساعة قوم نوح. أما مثلا ما حدث مع موسى والفراعنة فهو موضوع مختلف. يعني الله دمر الحضارة الفرعونية، يعني دمر نفوذها، طبعا استمرت بعد يعني موسى وبعد العقاب الذي نزل بها، إنما فقدت قوتها ولم تعد يعني لها أي قيمة. كل هذه الأمور يجب أن نفهمها، لأن هناك أناس يخلطون في التاريخ يقولون أنه كيف دمر الله حضارة فرعونية ولا يوجد أي دليل تاريخي مثلا يبين. هناك دلائل تاريخية أنا كتبتها في كتابي الذي نشرته عام 2014، والآن لا أريد الغوص في هذا الموضوع لأنه موضوع طويل. هناك حقبات يعني حقبة زمنية معينة فعلا الحضارة الفرعونية فقدت بعدها، كانت في ذروة النفوذ ثم يعني هبطت إلى أكثر من النصف ولم يعد لها أي قدرة على يعني
يعني بدأت مرحلة النهاية ثم تلاشت. إذن علينا أن نفهم كل هذه الأمور، وأن أمر الله عندما يأتي يأخذ وقته. يعني هناك الناس، يعني أمر الله عندما يصدره من فوق كلمح البصر، إنما عندما يحدث هنا على الأرض يأخذ وقته. يعني موسى لم يعني ينذر فرعون 10 أيام أو سنة أو سنتين، على الأقل على مدى عقد من الزمن. يعني الله أنزل حوالي 9 مصائب بقوم فرعون، يعني ليعطيهم مجال ليصلحوا، ولم يعني حتى أنهم يعني في مرة قالوا لموسى وعدوه أنهم يعني ادعوا لنا ربك يرفع عنا الوباء، مثل الرجز، مثل هذا الرجز اللي احنا فيه. ولما يعني الله أعطاهم فرصة رجعوا نكسوا بعهد. إذن هناك كل الله يعطي فرص كثيرة للناس قبل يعني اتخاذ الضرب النهائي. وهذا الآن يعني ما بدأنا نراه، هذا هو بدء يوم الدين. ويوم الدين هو يعني الشروط التي ذكرتها، ما يريده الله من البشر أن يتبنوه كشريعة للحياة على الأرض. وقد ذكرت ما يريده الله، فإذا الحكومات والشعوب نفذت نجت بنفسها، ولم تنفذه الله قادر على تنفيذه حتى لو محى كل من يمكن أن يعارضه، مثل ما فعل بحضارة الصين، لن يتردد في ذلك أبدا. يعني عندما تأتي الساعة لا أحد يمكنه ردها، لأنه كله وفق ألغوريتم رباني موضوع مسبقا. يعني عندما تأتي ساعتهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، إنما ما يمكنهم فعله هو النجاة بأنفسهم بأن يمشوا وفق المخطط الرباني. فمن يأتي إلى المخطط طوعا ينجو، ومن يفرض عليه كرها إما سيفقد نفسه، سيفقد يعني من عائلته، سيفقد ما لديه، يعني سيأتيه العذاب مع من يتعذب. طبعا الدرجة يعني تختلف عن مدى، بحسب مدى ذنوب الشخص وما إلى ذلك، ولكن بشكل عام الله يغير وجه الأرض عندما تأتي يعني ساعة كل حضارة، الساعة النهائية. الآن ماذا سيحدث بعد قيام هذه الساعة؟ والذي يعني أنا وفق الحسابات التي لدي سيكون يعني قرب يعني بالفترة بين 2030 و 2033، يعني حوالي 13 سنة ماكسيموم من الآن. ماذا سيأتي بعدها؟ هل يعني مباشرة يكون يوم القيامة، أم سيكون هناك حضارة جديدة سيورثها الله الأرض؟ يعني وفق ما ذكرت، ما يريده الله يعني كشريعة ليسير الناس على الأرض عليها، هذا ما الله يقرره لست أنا. فالله يحدث ما يشاء، الأوامر جديدة متى يشاء، إنما ما لدي من معلومات هو هذا. إذا بعد العام 2033 يعني تكون الله قد خفض حضارات إلى الحد الأدنى، وأعطى أورث الأرض من يريد وفق الشريعة التي ذكرت في فيديوهات سابقة. أما يعني في حال بدأنا نرى يعني بعد 2033 عمل يعني نزول الله مع الملائكة وبعث الناس من القبور، يكون يوم الحساب النهائي، يعني خلصنا، بصير بعدين يوم الفصل بين العالم يعني الفاني وعالم الخلود، ويقسم الله الناس رتبا بحسب أعمالهم. وطبعا في هناك أناس سيفتح لها السماوات والأرض، يعني الجنان تبع حسب رتبتها، وفي ناس حتخلد على الأرض بعد ما الله يحدثها، وفي ناس يعني كلهم بحسب أعماله، كله مثل ما قلت بياخد فترة زمنية. يعني مش الأمور بتصير يعني كن فيكون، إنه نحن كما نراها هنا. طبعا القرار يتخذه رب العالمين بلمح البصر، إنما تنفيذه على الأرض ليعطي الله الناس مجالا لكي تتوب وتصلح أمورها، لكي يعني تنجو بأنفسها يوم القيامة. وهذا ما يحصل. ولهذا نرى مثلا الوباء الحالي يسير مثل الأوبئة التي اعتاد الله أن ينزلها، الذي يسميها عربيا الرجز.
يعني تأخذ وقتها، يعطي الناس فرصة يعني تمشي بوتيرة بطيئة نسبيا، وإلا لكنا رأينا الآن مثلا ملايين تموت في اليوم بدل السنة يعني مثلا. إنما الله يعني يسير الأمور بهذه الوتيرة لكي يعطي الناس فرصة للتوبة ولتبني الخط الذي يعني أرسل رسوله به، سواء كنت أنا الآن أو موسى قبلي أو هود أو صالح أو نوح وما إلى ذلك. إذن هذه هي توضيح للمسميات المتعلقة يوم القيامة، يوم الحساب، يوم البعث، يوم الدين والساعة وما إلى ذلك. إذن لكل أمة ساعة تتعلق بحضارتها، عندما تأتي يحاسب ويعاقب الظالمون ويورث الله الأرض عباد الصالحين. إنما يوم القيامة هو اليوم الأخير، يعني عندما تنتهي الاختبار الذي أراده الله لهذه الأرض، وبعدها يعني يرى كل الناس أعمالهم ويبعث من في القبور، وكل يعني من عاش عليها يوفى أجره. ثم يعني الناس الصالحين الذين اختارهم الله يعني يبعث فيهم النفس المطمئنة، يعني النفس التي وصلت إلى أعلى رتبة من التزكية، عندها تبدل أنفسهم بها، يعني بشكل أنه بيصير عندهم مواصفات نفسها، من شان ما بقى حدا يطمع بالتاني ولا بقى حدا يخون التاني، ولا يعني بتصير كل الأنفس سواسية، لأن الله ما بده إلا يعني مخلوقات يوثق فيها بالعالم الخلود، ما ممكن يدخل عالم الخلود إلا مخلوقات حكيمة واعية يعني فاهمة الأمور حواليها، ما بده ناس تتعدى، ما بده ناس تخرب، ما بده ناس تفسد، ما بده كل هذا. إذا ما خلقكم وبعثكم إلا كنفس واحدة، يعني بالبداية خلقنا كلنا من نفس آدم يلي هي كانت 50% خير 50% شر. هلا دور الخلود ما بيدخلوا إلا يعني اللي حينبعث فيهم النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي اللي حيكون وصلت على الأقل 90% خير، يعني غلبت الخير فيها بدرجة كبيرة على الشر. وهيك الله بيتم نوره يعني بخلقه. ومثل ما قلت أنا بفيديوهات سابقة، نحن مش المخلوقات الوحيدة اللي الله خلقها، الله عنده كواكب كتيرة عم بيعمل عليها تجارب، مخلوقات كتيرة يعني غير البشر الناس يعني. وهذا هو يعني الموضوع كله، واللي بيتابع فيديوهاتي كلها بيقدر يعني يوصل الصورة الكبيرة يشوفها بشكل أوضح. بس المهم إنه يجي يعني من منطلق إنه حابب يعرف الحقيقة، ينسى مين الشخص اللي عم بيحكي وينسى واحد، لأنه الله موجود بكل واحد فينا. ويعني يحذركم الله نفسه، يعني اللي بيحقر نفسه واللي فيها من الألوهية ما فيها، وبيروح بياخد أشخاص تانيين مثلا أعلى بدل ما ياخد ربه اللي خلقه مثلا أعلى، هو بيكون عم بيحقر نفسه، وآخر الشيء يعني يوم القيامة حيخجل يتطلع بربه. فانتبهوا، وفيه قبل فوات الأول اللي بي يعني اللي هو بيعمل مجهوده الشخصي، واللي بيقدر يستفيد من الحكي اللي أنا عم بحكيه، واللي عنده أسئلة يسأل بإذن الله بنرد عليكم. هذا كل شيء من اليوم، سلام.